بعض الناس يكون أولاده صغار، وإذا رآك رؤوفا بولدك اللي عنده ربما معاصي وعنده أمور يبدأ يلومك، فتقول له طيب ننتظر حتى يكبر عيالك ونشوف كيف تعمل معه. يعني ربما بعض الآباء يقول له ولده أنا بطلع للصراحة مع الشباب، أنا بروح البحر، أنا يا ابني يجلس، قال لا أنت ما حطيت لي في البيت قنوات كذا وكذا. فالأب يقارن بين أني أضع له هذه القنوات في ملحق في البيت ويجلس عندي على الأقل لا يسكر ولا يفعل، وبين أنه يذهب إلى شقق ما أدري ماذا يفعل. فبناء على عاطفته واجتهاده يقول خلاص بحط لك بس اجلس في البيت. فيأتي إليه أحيانا شاب ربما أولاده أعمارهم سنة وسنة ونصف، ثم يبدأ يعطيه موعظة في خطأ هذا الفعل، واتق الله المفروض تكون قوي في الحق، وربما لو كبر أولاد هذا الشاب لفعل لهم ما هو أعظم. عندنا مسجد في الرياض ساكن جنبه واحد من الشيبان عمي، وعمي عنده عيال كبار، وتعين عندهم إمام وخطب الجمعة ذلك اليوم عن التعامل مع الأبناء، وقال الكلام اللي يقرأ في بعض الكتب المترجمة وغيرها، ويجب الرأفة بأولادك وتكون حنونا بأولادك وأن لا ترفع صوتك عليهم، وإذا غضبت على ولدك فخذه واطلع معه إلى كوفي شوب وانصحه بينك وبينه، وإذا ما انتفع فاذهب به إلى كوفي شوب آخر واجلس معه، فإن الرفقة هو الذي كذا وكذا، لكن انتبه لا تصرخ عليه ولا تحرمه من شيء ولا إلى آخر. والشايب جالس يسمع ويقول وش ذا الحكي اللي ما يصلح، ذا ما يصلح، التربية دي تخرب العيال. حتى انتهى من خطبته وقام الشايب وجاء عند الإمام وسلم عليه، قال له يا شيخ عطني خطبتك جزاك الله خير. فرح وقال يمكن هذا بيلقيها على ربعه، قال جزاك الله خير خذها، يلا عندي نسخة في الكمبيوتر تفضل هذه الخطبة. خذها عمي وحطها في يده، قال له يا شيخ أنت كم عمر أكبر عيالك؟ قال عمره هو سنتان. قال طيب أنا بخلي الخطبة هذه عندي، إذا الله أحياني أبعطكيها لما يصير عمر ولدك 20 سنة وأتحداك تطبق هذا الكلام. يقول إذا الله أحيانا أعطيك إياها وعمر ولدك 20 سنة وأتحداك تطبق هذا الكلام. وفعلا لا يمكن يطبق مثل هذا الكلام التام، كلام النظري غير العملي. والله يا ما كلام كنا نقوله وأولادنا، أنا أتكلم عن نفسي، وأولادنا كانوا في الابتدائي ويوم كبروا العيال تغير كلامنا.